بشرى كربوب، مفتي الشرطة العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، وميم طون أربيتر انترناسيونال للفوتبول. البداية ديالي كانت كلاعبة كرة قدم بمدينة تازة، بديت من سن 11 سنة حتى ل 14 سنة كنت كنلعب في الكاتيجوري مينيم. من بعد التحقت بليكول داربيتراج كأول بروموسيون كانت في مدينة تازة، درت لا فورماسيون داربيتراج وميم طون كنت كنبراتيكي لاربيتراج وكنقرا كنكمل لا فورماسيون ديالي. سنة 2001 دونك بديت حكمة العصبة، من بعد تدرجت لحكمة وطنية سنة 2007، وسنة 2016 تلقيت الحكمة دولية. فبالنسبة لي يعني كعنصر نسوي مع حكام ذكور اللي معايا ما عمرني لقيت معهم شي مشكل، بالعكس كانت اون ادابتاسيون فاسيل، وبالعكس ما لقيت منهم غير المساعدة، وما عمرنا فكرنا في الجنس ديالنا انثى ولا ذكر. كن دائما زعما من نهار بديت الاربيتراج مع 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 ليكيب كنفكروا في راسنا توتين ايكيب، زعما ما كانش هذا المشكل ديال نفكروا في حكام ولا حكام جام. بالنسبة للالتحاق ديالي في سلك الشرطة كان سنة 2011. الميدان يعني دخلته عن حب، فمن الصغر ديالي كنت يعني كنتمنى انني نكون شرطيه. ربي وفقني يعني دخلت للدومين اللي انا كنبغيه وخدمت فيه الحمد لله. بالنسبه ليا كيفاش كنوفق بين المهنه ديالي كشرطيه وكوني حكمه كره قدم، الفضل يعني من بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع للمديريه العامه للامن الوطني اللي كتنفتح زعما دابا كتشوفها انفتاح على جميع المجالات، فكنشوفوا يعني شرطه في جميع الميادين، شعراء، ادباء، حفظه القران، رياضيين، رياضيات، يعني من هذه الناحيه كنلقى الدعم والتشجيع الكامل، الدعم المعنوي. فكنقوم بالمهام ديالي على اكمل وجه جنبا لجنب مع الزملاء ديالي ومع الرؤساء ديالي، ومن بعد مني كنسالي كنقوم بالتدريب ديالي اللي يعني كتعطيهم لنا كساسوا لا فيفا ولا لا كاف ولا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ومني كيكونوا عندي لي ماتش كنمشي كنديبلاصا باش كندير المقابلات ديالي. كيفاش كتوفق بشرى بين كونها شرطيه حكمه كره قدم وربه بيت يعني زوجه وام؟ بيان سور في الخدمه ديالي كما سبق وقلت فكنقوم بالمهام ديالي على اتم وجه جنبا لجنب مع الزملاء ديالي. في المنزل راه ملي كندخل للدار كنولي بشرى الزوجه، بشرى الام، كنقوم بالاعمال المنزليه ديالي كجميع يعني النساء والامهات المغربيات. وفي الملعب راني كنولي بشرى الحكمه. يعني كاين واحد لا كويرونس بين الدومين اللي انا فيه الاربيتراج بين الخدمه ديالي، وحتى في المنزل يعني الدعم الاسري كيعطي واحد الحافز وواحد الدعم كبير باش نكمل في لا كارير ديالي. رسالتي للمرأة المغربية خصها تكون مفتخرة براسها وتعلي راسها الفوق، لأنها أول حاجة مغربية، وثاني حاجة رسالتي لها أن يعني إلا كانت كتبغي شي ميدان، شي حاجة الرياضة، شي حاجة اللي غتبدع فيها، فيعني تصبر وبالعزيمة والإرادة راه تقدر توصل، لأن حتى حاجة ما كتجي سهلة وكل حاجة عندها ثمن، يعني الإنسان بالصبر والعزيمة والإرادة ربي إن شاء الله غادي يوفق.